أهلا بكم. أدى الطقس الشتوي القاسي إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت. أكثر أمطار ألمانيا ازدحاما نتيجة لتساقط الثلوج بغزارة. كما وضع مطار ميونخ قيودا كبيرة على خدمة الطيران، ونصحت شركة الطيران لوفتانزا الركاب بالتأكد من رحلاتهم لا تزال مجدولة قبل الانطلاق إلى المطارات. هذا وأعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية أنها تبطئ حركة قطاراتها تلك عالية السرعة بسبب الظروف الجوية الصعبة. هذا وأعلن مطار أوسلو أيضا عن إغلاقه مؤقتا أمام الحركة الجوية بعد أن ضربت الثلوج الكثيفة المنطقة. وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرات من تساقط الثلوج الكثيفة والرياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو. وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى حوادث مرورية متعددة، ما تسبب في اختناقات مرورية على طول العديد من الطرق الرئيسية. وضربت الثلوج أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة، ما تسبب في تعطيل السفر وإغلاق المدارس. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات باللون الأصفر من الثلوج والجليد في اسكتلندا ومعظم شمال إنجلترا وشمال ويلز حتى يوم الخميس، فيما انخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الليل. أما في الولايات المتحدة فهو يوم آخر من درجات الحرارة المنخفضة جدا، حيث تم تسجيل درجات حرارة تقل عن 30 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء كثيرة من وسط الولايات المتحدة. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فإن حوالي 150 مليون أمريكي يخضعون للتحذير من البرد والرياح، كما تم إلغاء الفصول الدراسية لطلاب مدارس شيكاغو.